ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف أعلنت أنه بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل هيتم زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة في ساعات الذروة خلال أيام الأسبوع. النهاردة هتعود كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري للعمل لتفتح أبوابها للعملاء عقب تعطيل العمل لمدة 4 أيام متواصلة بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه محافظة القاهرة هتنطلق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ويؤديها 33,734 طالب وطالبة بمحافظة القاهرة، وهيكون الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. النهاردة هتنطلق في روما قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية وتستمر حتى 25 يوليو الجاري بحضور حوالي 2000 مشارك من 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة. وبتنعقد القمة في وقت بتتحدى مجموعة من العوامل قدرة النظم الزراعية الغذائية في العالم لتوفير أغذية مغذية وحياة أكثر استدامة للجميع، ومن بين هذه العوامل النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير الأنماط الاستهلاكية والتغير المناخي.